بسم الله وكفى سلام على عبادي الذين اصطفى ربنا اهدنا وراجع بنا واغفر لنا ذنوبنا وصرفنا بأمرنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين. اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ورحمه الله. نسال الله البركه الشامله الكامله امين يا رب العالمين. الان اعود الى حكمه ديوجينوس الكلبي والصفة الكلبي الله اعلم هل هي متصلة بحقيقة ام يعني حسب ما اعرفه حقا والا لغرض قبيح كالتلقيمة وهي بالانجليزية يقولوا نيكنايم. على كل حال اذكركم ببعض ما روي عنه منها قيل له لو اتخذت لك بيتا تستريح فيه فقال انما احتاج الى البيت استراحة فيه استراحة فيه وانا انما استرحت ليس لي بيت. هنا راه ربما البيت هي وسيلة يقولها أغلب الناس للتستر على جرائمهم سواء كان ظاهرة أو الباطنة وربما نسي أو تناسى أو أغفل أو غطى عما حسن البيت هو وقاية من أشر الطبيعة سواء كان أفعى أو عقرب أو ريح من لافحة أو برد شديد وواقية من الطوارق بالليل والنهار يعني في بيته خاصة يكون حصين ما يجمش بسهولة يوصل له عدو يريد قتله أو قتل زوجته وابنه أو سرقته. والبيت كنا تحدثنا كثيرا عن محاسن البيت التي ذكرت في القرآن سواء كان من مدام أو بر. هو لا ركز على حاجة يكون يريد التميز عن عموم الناس لأن يعني أغلب الناس أداء لأنفسهم ولا يفقهون ما يقولون أو ما يتخيلون أو ما يأتونهم من شيران الأفعال. إذا الرجل مصيب في هذا الموقف إن علمنا أن أهل البيوت عادة العموم أهل خبث وأهل مكر وأهل إفساد الأرض. هذا يقع الزنا في البيوت وزواياها في المخادع أين يقع اللواط عموما كذلك بعيد عن الأنظار أي وراء الأستار وراء الجبال. متى تكون المسألة مسألة سلب؟ حين يكون من يداهم البيت بخلع باب أو بنقب جدار أو المجر. إذا ديوجان مصيب إلى حد وفي مواقف من المرأة ماذا يقول حين قوما يدفنون امرأة ماذا قال؟ نعم السير سيركم أي يا أهل من أب إخوة لها وأبناء لها سيركم أي أهل أكل ميت أنا سعيد الآن لأن كانت أنا سبب كبير للشقاء. أنا أغلب الأحيان المرأة مش مبنية بمتانة بناء الذكر عقلها وربما بنية لذلك باش ترد على غالبة من يفوتها في هذا الممرين
لابد أن تكون ذات لسان ذات وذات تخيل مريض معوج مؤذن، تتخيلوا مع امرأة أخرى. رجاء الله من حالته ولهذا هنا تركها جانبا ولم يلتفت إلى محاسنها، وكيف ثم محاسن ولسان خبيث ونواياها شيطانية. كيف على كل حال ما لا جواب للجماعة ذيك، سيركم أصبح مرتاحا وقد يعود إلى سعادة قد فقدها منذ أن تزوج بها. وسب لهؤلاء الذين دفنوها، وقيل له شوف احنا كم تركنا من حكم سواء كان مصدرها دي او مصدرها ثقافتي ثقافة انسانية. قيل له ان الملك لا يحبك، فماذا رد عليه؟ ان الملك لا يحب من هو اكبر منه، من هو اكبر منه. وانا ولود عند السياسيين، وعلاش يضربوا ببعضهم؟ لانه كل واحد منهم بما انه لا همة له ولا قدر له ولا كفاءات حقيقية، يعني مش هكا كلامية منشئية، ما عندوش كي راك صغار لك وقزميته وليام الاخرين بل هم دونه. وهو ليس كذلك، ربما فيهم من هو سيء. ونحن نقول ان الحمد لله بفضل الله ان اهل السياسة نصيبوا بخيبات امالهم، الخيبات رجع الى عدم اتفاق الى مستوى تقدير صحيح الى وجه، ولم يصعدوا الى مصداقية ينالون من مبارك الشعوب وينالون مدافعة الشعوب لكيانهم، كيانهم سواء كان بدني او في المركز الاجتماعي وقمة الحزب. اذا كان كنت المستوى تبقى ويعلو شأنك في قلوب الناس، اين انتم الان؟ والله اغلب الشعوب يلعنون كما ورد على لسان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يقول كما ان الأجسام تعظم في العين يوم الضباب، كذلك تعظم الجرائم عند الإنسان في حال الغضب. علاش القاضي يمشي للجنة؟ خاطر حين يغضب، لأن وراء الحجة ضد من يحضر للتفوه بقضائه يغضب، فيطيش ما بقي من عقله فيحق عليه العذاب. قال النبي عليه الصلاة والسلام القضاة ثلاثة قاضت الجنة وقاضيان في النار، ولا يقضي القاضي وهو غضبان. إذا ديوجينوس أنا مصيب بهذا الأمر، كما أن الأجسام تعظم في العين يوم الضباب، كذلك تعظم الجرائم عند الإنسان في حال الغضب. إذا ربما إنسان قام حاجة بسيطة ممكن الغضب عنها ولا يتبع صاحبها، لأي سبب كان الاتباع قضائيا. حقيقة لو كنت قاضي خارج عن صولة الغضب لكنت من المجتهدين في رؤية هذا الرجل الذي أمامك، ما أنه لا جرم عليه وتخلص به. لكن اللي رأوا فيه اليوم اللي بعض وأكثر القضاة تقدموا لهم عاهرات يشتكينا من سوء معاملة أزواجهم، وليس هناك سوء حقيقة، لكن بما أنها هي تحب تنتقم تأتي لهذا القاضي تعرف فاسد وتمكنه من
منها فيقضي حاجة شيطانية منها فيلتب بتلك من اللحظة برك يلتب فمعنى يسيب العمى والصمى والبكى معنى الحق فيكون ما يكون للرجل المظلوم من عذابات ومن سجن غير مبرر وغير شرعي راها ديوجانس رأى امرأة تضرب وهي تستغيث فما كان موقفه فقال ما تستغيث منه أنفع لها مما تستغيث إليه تستغيث منه علم نفسي بيننا بل فما جماعة من النساء من يعملنا كل ما في وسعنا من أنفع حتى نثرنا غضب بعولتهم لأن التربية تربية فاسدة أنها تقوم بأعمال شنيعة في الستر وتعلم أن ما يعقب ذلك الفعل هو عقاب إذا هي تتوقع شرا بما أن التوقع قد يكون أضخم وأثقل من حدوث الشر فيتزيد في مستوى تحديها لبعدها فحين يضعف الرجل في هذا الموقف ويستثار فيمد لسانه أو يمد يده أو كليهما ويعاقبها فتفتح ولموجود علم النفس الصغير كما الآن أغلب الناس عبر عقود من الزمن أساءوا التربية غابت التربية وتضخم ما يقال عنه علم وليس بعلم التقنيات تحصيل العلم والتفنن فيها والاستزادة من وسائلها كل هذا لا يصلح الإنسان إلا في القليل على كل حال التربية غابت وكان الذي دفع ثمن هذا الغياب هم الأجيال التي لحقت من أساء إليها لم يعرفوا أن الصغير من في طيات نفسه حاجة إلى العقاب إن وجب العقاب فإن لم يجده تمرد حتى يصعد من التحدي ولا يجد عقاب فيوقع التصعيد من ازدياد التصعيد ونهاية المطاف فشل الجيل السابق وتعسد الأجيال اللاحقة هذا قد يعقل قالوا في المدرسة لا تضرب التلميذ يعني أنت التي انبريت إلى عملية إصلاح التعليم قلناش التربية التعليم لم تصلح بل أفسدتها لأنك أنت بتشريعك هذا جعلت المفسدين والفاسدين ولا قيمة لهم ببوريا بقوق جعلت لهم الحق أن يفسدوا كما شاءوا وأن يشوشوا على المعلم أو الأستاذ كما شاءوا بس معناها تولي فوضى تولي سخب وجلبة ويهجروا التعليم بل تلك الفصول ويبقى ما هو مدمر للجيل الحاضر والأجيال القادمة كذلك بالنسبة للمرأة التي ذكر ربنا سبحانه وتعالى في الكلام العزيز فاضربوهن مش ضرب إهانة لا ضرب شلوزة ولا تنعت
نعود قد تحققها في حياتها فتنغص عليك أكثر وأكثر. عذورنا بالمضاجع، عذورنا عذورنا بالمضاجع. الرمون هي مراح، المراح هي الأولى، عذورنا مسكر. عملية الكفار تجاه الأنبياء عليهم السلام. عذورنا بالمضاجع، صار هو كاني تو نزيد في النفرة، لعله وقت يغيبه وليشتهي، يعني أنا متمردة. والرجل عادة يميل إلى المتمردة فيأتيها جنسيا فينقص من تمردها ويشفي غليله الجنسي. إذا كان ما كفاش العمل الأول العظة الموعظة، والعمل الثاني فنأتي إلى الثالث واضربوهن. يا ودي رمى ناس خاصة في النساء اللي هما مازوخيين مازوخيات يتلذذن بالألم وبالإهانات. هيك بتفكنك هيك اللغة اللي تسمحش مغالي خطر بناء مسود، البناء اللي أعماه وأصمها بناء فاسد من الأساس. ما ربواش آلة، أنا مش مسلمين، ما ربواش من الطاعة. شو معنى حسن العشرة وحسن التباعد مع المواج؟ علقوها برقش وتكلف الأمة أيما أموال في البرقية كوسميتيك في القماشات المشدوبة الخارج وهي ليست مشدوبة الكذب، وهذا سيعاقب عليه من هم يشهروا بضاعات وذكر من شأها وسلعتها أو المواد الأولية من المكان الفلاني المشهور، وليست على هذا المنوال، بل هي عكس ذكر. كلكم ستدفعون الثمن الدنيا والآخرة ما لم تتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. إذا ملخص الحديث ديوجان حين قال في شأن هذه المرأة أن الذي تستغيث منه أنفع لها مما تستغيث إليه، خطر ربما هربت من قطرة وقعت تحت نزاب من نار، لأن الذي استغاثها هو قناص ويلوج فرص في النساء الغير محظوظات مع أزواجهن في رأيي. فيظهر بطولات وهي وهمية تمثيلية، وظهر فحولة وليست كفحولة بل وعني حقيقة، لكن ابتلي اطمأنت إليه وشكرته على سعيك وأنقذها. تقبل ثقل عنته، إذا فهي وقعت شر أشر من ضربها، لأنها تمنعت ما غطتوش نفسها لي وفرجها اليوم أقاموا عليه عقد الزوجية. إذا ديوجان كان على نسبة كبيرة من صلاح الرأي في هذه المرأة المضروبة. يقول كذلك في شرطي يحد للصمت، يضرب ويشدد ويلتم ويكور بشر يهين. فقال وعجباه لص العلانية يؤدب لص السر، يعني يعتبر الشرط، وهذه حالة بشرية ربما جنية عبر التاريخ. قال لص العلانية لأنه عنده زي يمنعه من لسان الخلق حتى لا يشهدون ذلك ويخافونه ويطلبون وده ويشحموه باش يسكت ويطفي الضوء باش يخليه يمضي في العبث الطريق، سواء كانت بدرجة نارية أو بسيارة ملعونة وهلمجة. قالوا يا عجباه لص العلانية يضرب لص السر، هذا السر يعني أخفى لصوصيته
واتهم بانه نص قد برا لسه العلانيه وتنم الفرصه باش يوري للناس ظلما وعدوانا وتمثيلا وتضليلا انه ضد اللصوصيه اكتبوا فيها اي نظره في النص فالربما مش نص متعامل وهذا موجود التعامل السياسي الان اي جماعه بتجيش على ذوق الحاكم يأمر السلطة فإذا به نظام كامل من البطش وحسن المعاملة ينطلق يسحق من سمه بخونة الأمة أو بأعداء النظام ولا ما شابه يعني كيف يحق لكم أن تتهموا الناس بمجرد أنك رأيت في عدوانك فتوصف خيطهم كلها كما قيل في مثل فرنسي كيس موشيان لا كيس لا راج ولا دراج يحب يقتل الكلب يتهم بانه مكلوب اي مصاب بداء الكلب هذه معامله قذره معامله لا تليق بالبشريه واللي خلى السلطان غير محترم ولا يقر له قرار هو هذا النظام الفاسد البوليسي لا من نغمة حق الشرطة النبيلة الشرطة التي تحسن دورها بحمد النظام في البحث عن اللئام وتقديم المحاكمة السليمة الغير منحازة والحديث كثير وفي فيما يخص هذا الفيلسوف قيل له لماذا تبغض الناس كلهم فقال أبغض شرارهم لسيرتهم الرديئة وأبغض خيارهم إذ لا يعيدون شرارهم هو يمشي مع الآية الكريمة فيما يخص بني سعود قالوا ربي قال فيهم لا يتناو منكر فعله حقت عليه الله إذا ديوجان يبغض الأكثرية أي لاركاي يبغضها لأنها لم تبادر بالحد من فساد المسؤولين فيبغضها لأنك أنت أعطيت الضوء الأخضر من صحة التعبير لكي يكون الرأس رأس الأفعى يكون يفعل فيك ما يشاء ولا ينتظر منك كلمة لا أو تعقبه أو الشكوى لمن ستشكو لقاضي مثلا أغلبهم من أهل النار لا يشهدون بالحق بل يشهدون بما هو باطل وعلى الإنسانية أن يكون لها قضاة من هذا الشكل ويبغض أعزائهم لأنهم لم يعيدوا البقية الأكثرية إذا واقع الناس يغلب عليه طبع صهيوني فلا نتعجب من قلة هنا الناس فقد أمنهم وعدم تحقيق المتعة التي كانوا يسعون إلى تحقيقها لأن المتعة التي تأتي في إطار غير آمن ليست بالمتعة بل هي عذاب آخر لأنه حين يأتي أنثى وهو غير آمن على حياته أو سلامته فهو بالحقيقة يكذب على نفسه ويعرض نفسه حقيقة إلى القتل لأنه بما أنه ما فماش أمن إذا هو يجب يكون المقتول الأول لأنه هو في وضعية تخلي القاتل يزيد من يقر العزم على قتله لكي يخلو له الجو مع العاهرة أو المغتصبة والحديث طويل هذا ديوجان مش معروف ياسر لكن احنا من دورنا هو أن نكشف الغطاء عن ما هو غيب أمام عقل الإنسان
حتى لا يبعث من جديد على العقل، لأنه البعث سيقوم بدور التثقيف ودور التوعوي، فيبدأ البناء عندئذ ولو بقلة من الناس وكم من فئة قليلة غالبا فئة كثيرة بإذن الله. والغلبة ليست فيما يدين الكتاب فقط، بل كل ما يدين قصة ميدان العقل. نسأل الله أن يمتعنا بعقولنا سليمة حتى نحصل المحبة لله، ونكون من الشاكرين الأولين، ونكون من الحاضرين المتأدبين، ونقضي حق قدره سبحانه وتعالى وهو رب العالمين.